بكم إلى الأسواق في أسبوع. كيف كانت تحركات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي على وقع الكثير من الأخبار، إن كان بما يتعلق بنتائج الشركات من جهة أو الأخبار المتعلقة بكورونا من جهة أخرى. بداية مع المؤشرات الأمريكية، ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي هو مكاسب طفيفة جدا بالنسبة للداو جونز، بينما شهدنا تراجعات على الأس أم بي 500، والتراجعات الأكبر كانت على مؤشر الناسداك المؤشر التكنولوجي، والذي تأثر بشكل كبير بفعل الروتيشن من أسهم التكنولوجيا، أسهم النمو، إلى أسهم القيمة. هذه الأسهم التي هي بطبيعتها أسهم دورية وتتأثر بشكل كبير بالاقتصاد وبالدورة الاقتصادية وحتى بتوقعات الاقتصاد، شهدنا ارتفاعات على قطاع المواد الأساسية، على قطاع المصارف، على أيضا قطاع الطاقة، بينما شهدنا التراجعات على أسهم التكنولوجيا. سهم أبل تراجع بأكثر من 4%. العامل الأساسي الذي شهدناه يؤثر سواء على الأسواق الأمريكية أو حتى على الأسواق الأوروبية هو تصريحات جانيت يالن لسي أم بي سي بأن الاقتصاد بحاجة إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي، وبأن هذه 1.9 تريليون ستساعد في إعادة الاقتصاد الأمريكي لما يعرف بالفول إمبلويمنت أو بمعدلات التوظيف الكامل. وبالتالي هذا أعطى الدفع بالنسبة للأسواق بأن هذه الحزمة ستأتي عاجلا أو آجلا مع محاولة مجلس النواب تمرير هذه الحزمة قبل نهاية شهر فبراير. وبالتالي هذا أثر بشكل كبير حتى على الأسواق الأوروبية. قبل أن أعود للفوتسي فقط أنظر إلى يورونكست الذي شهدنا عليه هذه المكاسب بفعل ما لاحظناه في وول ستريت، ولكن فقط أشير إلى أنه سواء بالنسبة لوول ستريت أو حتى بالنسبة للأسواق الأوروبية شهدنا تباطؤ للرالي الذي كان قد بدأ معنا في بداية العام تقريبا، والسبب هو ارتفاعات عوائد السندات الأمريكية لمستويات تفوق 1.3%، وبالتالي المستثمر بات يعني يسعر ربما أو يحذر من ارتفاعات غير متوقعة بمعدلات التضخم أو معدلات الفائدة، ولهذا شهدنا النوع من التباطؤ في رالي الأسواق خلال الأسبوع الماضي. بالنسبة للفوتسي كان اللاجر بالمقارنة مع بقية الأسواق الأوروبية، والسبب أنه الباوند وصل لمستويات 1.40 أمام الدولار الأمريكي لأول مرة منذ العام 2018، منذ أبريل 2018. ضعف الدولار الأمريكي هو سبب كبير ربما بالنسبة لمكاسب الباوند، ولكن أثر هذا الموضوع على تداولات الفوتسي بحكم أن الشركات المدرجة هنا هي شركات تعتمد على التصدير، وبالتالي تتأثر سلبا من ارتفاعات الجنيه الاسترليني، وبالتالي كان طبعا الفوتسي اللاجر بالمقارنة مع بقية الأسواق الأوروبية. طبعا يعني إذا ما نظرنا إلى الصورة بشكل عام بالنسبة لبرنت وأيضا بالنسبة لدبليو تي آي، بعد وصول خام برنت لمستويات 65 دولار تقريبا شهدنا تراجعات الأسبوع الماضي وخصوصا في نهاية الأسبوع، والسبب بأنه المستثمر بات أو بدأ يسعر بأنه قريبا ستعود الشركات في تكساس للعمل، وذلك بحسب ما شهدناه وسمعناه من عدد من الشركات الأمريكية بأنها بدأت تستعد للعودة إلى إنتاج النفط بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة. هذه العواصف الثلجية في تكساس التي أخرجت أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الأمريكي خارج السوق طبعا بدأت إلى حد كبير تتباطأ، وبدأت الشركات تسعر وتعمل على إعادة الإنتاج، ولهذا شهدنا هذه الضغوط على النفط خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت بأكثر من التوقعات بأكثر من 7 ملايين برميل، ولكن هذا العامل لم ينظر إليه في أسواق النفط. بكل الأحوال البعض ينظر إلى أنه بعد المكاسب القوية التي شهدناها بالنسبة للنفط هذا يعتبر تصحيح مبرر وقد يكون صحي، ونراقب أيضا ما يحدث بما يتعلق بالملف الإيراني، وخصوصا بأنه الإدارة الأمريكية صرحت بأنها جاهزة للعودة لطاولة المفاوضات مع إيران، ولكن المحللين يستبعدون إلى حد كبير أن يعود النفط الإيراني إلى الأسواق في أي وقت قريب حتى في ظل هذه المفاوضات على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وإزاحة العقوبات. بالنسبة للذهب، على الرغم من أنه عادة
تراجعات الدولار تعطي دعم بالنسبة للذهب، ولكن اليوم لدينا عدو جديد بالنسبة للذهب هو العوائد الأمريكية والتي ارتفعت لفوق مستويات 1.34% المستويات الأعلى في عام، وبالتالي هي تحد من مكاسب الذهب. يبقى الأسبوع الماضي هو أسبوع إيجابي بالنسبة للذهب بالمقارنة مع الأسابيع السابقة، ولكن قد لا نتوقع أداء إيجابي ومكاسب قوية خلال الفترة القادمة إذا ما استمرت العوائد بالارتفاع. أنتقل بشكل سريع إلى الأسواق الخليجية، وبداية من مؤشر السوق السعودي الذي تأثر إلى حد ما بالتراجعات التي شهدناها على أسعار النفط خلال نهاية الأسبوع الماضي. بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي أو حتى بالنسبة لمؤشر سوق دبي، شهدنا الضغوط على القياديات، القطاع العقاري والقطاع المصرفي، سواء دبي الإسلامي وأميريتس أن بي دي بسوق دبي أو حتى بالنسبة لسوق أبوظبي. عم نتحدث عن أبوظبي الأول أيضا الذي شهدنا عليه بعض التراجعات. بالنسبة لبورصة قطر كان لدينا أيضا تراجعات على الأسبوع بالأسبوع الماضي بقرابة بأكثر من نقطتين مئويتين تقريبا، أعتقد بأن النسب أقل من النقطتين مئويتين. وبالنسبة لمؤشر سوق دبي، إذا كنا قد تحدثنا منذ قليل بأنه كان لدينا ضغوط بفعل القطاع العقاري وأيضا القطاع المصرفي. الأبرز هو البيتكوين التي وصلت لمستويات تفوق 57,000 دولار أمريكي. هناك بعض المحللين الذين بدأوا يشيرون إلى أنه قد نصل لمستويات 146,000 دولار. لكل من يسأل ما الذي دعم هذا الرالي بأكثر من 350% منذ بداية العام، فقط الأسبوع الماضي شهدنا مكاسب على البيتكوين ب18%. القيمة السوقية للبيتكوين ارتفعت فوق التريليون دولار لأول مرة في تاريخها طبعا بفعل هذه المكاسب. كان لدينا تصريحات من إيلون ماسك بما يتعلق بأولا بأن شركة تسلا تقوم بالاستثمار أو استثمار جزء من سيولتها النقدية بالبيتكوين، وبأنه قريبا ستبدأ بقبول هذه العملة كوسيلة للدفع مقابل سياراتها الكهربائية. والتصريحات الأحدث بأنه قد يكون السعر مبالغ فيه سواء بالنسبة للبيتكوين أو حتى بالنسبة للإثيريوم. إذن هذه تغريدة إيلون ماسك حول هذا الموضوع بأنه السعر قد يكون مبالغ فيه خلال هذه الفترة. ولكن لا ننسى بأنه يعني جزء من المكاسب التي شهدناها بالنسبة للبيتكوين كانت مدعومة بتصريحات إيلون ماسك السابقة وتغريداته، والجزء الآخر أيضا بنك أوف نيويورك مالن الذي أيضا بات يدخل على البيتكوين بوتيرة أكبر. وبالتالي الاستثمارات المؤسساتية والقبول الذي بدأت البيتكوين تحظى به من قبل الشركات هو جزء كبير من ما دعم هذا الرالي القوي.